بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابة الوحدة الثالثة من كتاب بت باي بت للصف الثاني الإعدادي. طبعا بيقول لي بلايرز اللاعبون، سكور سكور يعني بيحرزوا أهداف، باي ثروينج ثرو اللي هي يرمي، بأن هما بيرموا الكورة يعني تمام في الجول. في كرة ايه دي؟ ترمي الكرة في الجول، يبقى دي كرة ايه؟ كرة الهاندبول ولا كرة الشطرنج ولا السباحة ولا الكاراتيه؟ طبعا الهاندبول على طول، لان الثرو يرمي باليد، وكده كده دي كرة اليد وهكذا تمام. طيب دكتور مجدي يعقوب، الدكتور مجدي يعقوب لوكس افتر، يعتني بالاطفال اللي عندهم هارت، هارت يعني قلب، اللي عندهم ايه قلب؟ عندهم تريبس ولا كومبيتيشن يعني مسابقات ولا رحلات ولا مشاكل ولا تجارب؟ طبعا اللي عندهم بروبلمز، اللي عندهم مشاكل في القلب هو اللي بيعتني بيهم. ذا ايجيبشن بلاير، اللاعب المصري، وان ذا جولد ميدال، فاز بالميداليه الذهبيه، هي از ا رويال كذا، يعتبر ايه بقى؟ يعتبر مدرب ولا متسابق ولا بطل ولا مدرب؟ يا طبعا يعتبر ايه؟ يعتبر هيرو يعني بطل. انوات داز اكسبيرمنتس تو ستادي، بيعمل تجارب علشان يدرس، اند فايند اوت ويكتشف الاشياء بتشتغل ازاي، يبقى ده حدث ولا عالم ولا عامل ولا بطل؟ طبعا ده ساينتست، عالم. طيب نقط نوز، يعرف هاو تو لوك انسايد ذا بودي، ازاي يبص جوه الجسم علشان يساعد الناس اللي هم مرضى. طبعا ده مين ده؟ ده السيرجن، الطبيب الجراح، مش الكيميائي ولا الممرضه ولا العالم. طيب ذا نقط ايجيبشن، الحاجه المصريه دي هاند بول، فازوا بالمسابقه اللي هي تحت 19 سنه، يبقى دول فريق البور ولا الجينيور يعني الفقراء، ولا اللي هم المسابقه اللي تحت 19 سنه يعني الشباب، ولا عمومي ولا اخلاقي؟ طبعا الجونيور اللي هم فريق الشباب. محمد صلاح يلعب لي ليفربول تمام. طيب بيقول لي بقى تونيزيا اللي هي تونس هاز وان اوف ذا بيست هاندبول نقط ان افريكا، طبعا تيمز عندها واحد من افضل الفرق فين؟ في افريقيا. النقط از ان ايفنت، حدث، وين بيبول تراي تو جيت ا برايز، لما الناس تحاول ان هي تحصل على جائزه، باي بينج ذا بيست ات سمثينج، لما يبقوا افضل حاجه. طبعا دي كومبيتيشن، مسابقه بتبين لنا مين افضل واحد في الحاجه دي. النقط از ا جيرل اور ا وومن، طبعا كلمه فيميل يعني مؤنث، فالمؤنث ده هو بنت او امراه. The Egyptian handball team، فريق الكرة تاليد المصري، won an important كذا، فاز بحاجة مهمة. طبعا فاز بإيه؟ فاز بـ competition، فاز بمنافسة، فاز بدوري، فاز بمسابقة كبيرة تمام. مجدي يعقوب is a great charity كذا، charity worker ولا maker ولا player ولا trainer؟ طبعا الراجل maker، الراجل هو اللي عامل الجمعيه الخيريه دي واسسها. نقط از ا سبورت، رياضه، 7 بلايرز، 7 لعيبه في الفريق، التنس ما فيهاش 7، البوكسنج ما فيهاش 7، سنوركلينج رياضه الغوص ما فيهاش 7، يبقى الهاندي بول، يبقى كده على الهاند بول. تو نقط مينز تو بي ذا فيرست ان ا جيم اور ا كومبيتيشن، طبعا يبقى معنى كده انك وين تفوز، فانت لو فزت يبقى انت الاول في اللعبه او المسابقه دي. وي اولويز نوت اكسبيرمنتس ات ذا سكول لاب، وي اولويز احنا دايما دو، معروفه التجارب بتاخد دو. ذا نوت ايجيبشن هاند بول تيم ديدنت وين ذا فاينل ان 2018، يبقى هنا عاوز يقول ايه بقى؟ عاوز يقول الفريق ما فازش، فهنا طبعا السينيور فريق الكبار المصريين لم يفز ب النهائي في 2018. تيمز فروم افريكا، الفرق اللي من افريقيا، نيفر وون ذا هاند بول وورلد فاينل، عمرها ما فازت بالفاينل بالنهائي يعني. شرح الماضي البسيط بقى، وين نقط يور جراند فازر بورن، طبعا وين ووز بتاعت الماضي، لان لازم اخد مين؟ اخد حاجه في الماضي قبل اتولد دي. البيراميدز وير هنا مبنيه للمجهول، وير بيلت بنيت منذ الاف السنين تمام. طيب تمارين بقى،
My brother أخي طارق نقط to Luxor last winter. last winter يعني الشتاء اللي فات، يبقى الكلام في الماضي، يبقى لازم أخد الـ ED traveled. My grandfather نقط work in 2015. إن 2015 ده دليل الماضي، يبقى لازم أخد الماضي، توقف عن العمل في 2015. أنا زرت المتحف المصري 2 years ago. كلمة ago تأتي في آخر الجملة ومعناها من منذ، وتدل على الماضي البسيط. طيب did you win the first prize؟ no I didn't. اللي يبدأ لي بيه السؤال اللي هو did ده لازم أنهي بيه didn't. تمام. وإن عمر ووز 22، لما كان عمر عنده 22 سنة، سمكة القرش تاكدهم هجمته عند نقطة ليج، طبعا عند ايه يعني لما كان عنده 22 سنة، عند هي لست، وهو فقد قدمه، خسر رجله يعني اكلت رجله. طيب حسام نقطه على سبيرسيدي ياستر داي، كلمة ياستر داي تدل على الماضي، يبقى ايه invited دعابة. تمام. ايجيبشن فوتبول تيم فريق كرة القدم المصري نقط افريكا كاب ناشنال 2010، طبعا وان في زمن الماضي لان 2010 تدل على الماضي. هنا بقى تصحيح الخطا، لاست نايت اي دو، لا تبقى ديد، تبقى ديد بتاعت الماضي. معلش انا مش عارف اكتب هنا عشان يعني ايه، لو حد منكم يعرف يتواصل معايا ويصور لي الصفحات بتاعت الكتاب عشان اعرف اكتب بيها. تمام، عشان ده ملف بي دي اف ما عليهوش تعديل. دو برضو هتبقى ديد نفس الكلام علشان يستر دي في الماضي. هنا بقى بيقول لي مجدي يعقوب توقف most of his حياته يعمل كجراح a long time age، لا احنا عايزينها ago اللي احنا اخترناها قبل كده، يعني انك تبدل ال e دي ب o. تمام. مجدي يعقوب was helped people، لا اشيل was دي احذفها خالص واخليها helped بس. ماشي. مجدي يعقوب born يبقى was، ولد في عام كذا. تمام. طيب my brother bought his car، اخويا اشترى العربيه بتاعته 2 years، يبقى ago منذ سنتين. I not a bike when I was young، طبعا I had يعني كان عندي لما كنت صغير. When not you have dinner last night، طبعا when did you have dinner، when did الكلام في الماضي. ماشي. تامر نقط نو what makes he good in the last test، طبعا هنا last test الامتحان اللي فات، يبقى الكلام في الماضي، يبقى didn't، يبقى didn't بتاعت الماضي. تمام. طيب did you لازم يجي بعدها المصدر، لان did دي لما تيجي في اول الكلام يجي بعدها المصدر، يبقى go بقى حتى لو كان في last week عادي، ما انت did بعدها المصدر. هي نقط a junior chess competition، دخل مسابقة الشطرنج لما كان عنده 12 سنة وفاز، يبقى one في زمن الماضي. تمام. Why not those students punished by teacher yesterday، طبعا yesterday يبقى الكلام في الماضي، where في زمن in 2016 برضو الكلام في الماضي. thief less يبقى attacked في زمن الماضي، هاجمني وسرق فلوسه. He started playing chess، بدأ يلعب شطرنج when he was very little، لما كان صغير. And he not always very good at it، طبعا when he was لما كان، when he was الكلام في الماضي. تصحيح الخطأ did you boot، لا تبقى buy اللي هي المصدر، لأن أنا هنا جبت did وأنا باخد بعد did المصدر. وليد be لا هنخليها was اللي هي زي دي. تمام. انت ليلى لايفز، لا نحش الاس ونخليها دي، عاشت في انجلترا عشان ده تاريخ قديم. هاو لونج ديد توك، لا ترجع تيك اصلها علشان ديد جات، يبقى لازم المصدر. تمام. طيب كده هو حل التمارين بتاعت قبل ما نخش على الدرس الثالث والرابع. عايزين نشوف راي الناس، نكمل معاكم في بيت باي بيت ولا ايه؟ ده اولا. ثانيا اللي معاه كتاب ممكن يصور لي منه الوحدات او الحاجات اللي مش عارف يحلها، وان شاء الله نجاوبها مع بعض. بتوفيق للجميع، ما تنسوش لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.